مدرستنا مدرستنا جينا ورجعنا لك يلي بالحب جمعتنا والله اشتقنا لك مدرستنا مدرستنا جينا ورجعنا لك يلي بالحب جمعتنا والله اشتقنا لك مدرستنا روعة مدرستنا روعة مدرستنا روعة مدرستنا روعة نشاط وهمة كلنا رجعنا نملى صفنا نتسابق الجوابنا لما تقولي سؤالي نشاط وهمة كلنا رجعنا نملى صفنا نتسابق الجوابنا لما تقولي سؤالي مدرستنا مدرستنا جينا ورجعنا لك يلي بالحب جمعتنا والله اشتقنا مدرستنا مدرستنا جينا ورجعنا لك يلي بالحب جمعتنا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب، أهلا بكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد. أتمنى أن يكون عاما مليئا بالتميز والتفوق والنجاح. هيا بنا نبدأ حصتنا اليوم. خطوات درسنا اليوم: أولاً التعرف على الطلاب والتعريف بنفسك. 2 مشاركة الهدف. 3 مشاركة قواعد الغرفة الصفية وقواعد العمل عن بعد. 4 نشاط تحدث عن المدرسة وهدف الطلاب من زيارتها بعد مشاهدة فيديو عن المدرسة. مراجعة الحروف. بعد ذلك نشاط تطبيقي. 6 التقييم الختامي. هدفنا اليوم أن يسترجع المتعلم الحروف الهجائية والحركات القصيرة. معنى ذلك اليوم سنتدرب على قراءة الحروف بجميع أشكالها وقراءة كلمات ثلاثية. نعم يا شمس. هيا بنا. هيا بنا. هيا بنا. هيا بنا. هيا بنا. أكبر كل يا بطل جيم جمل خاء خطر لا تنتظروا هيا اختبئوا وجبل حذروا دال دال راسل دال دائرتان دال ذيل حصان راء ركض الإنسان زاي ذهب الثعبان سين شين صاد سين سمك الأنهار شين شباك الدار صاد صقر طار وأسرع ضاد ضفدع في المستنقع قد طلع القمر ظل ينتشر عين عدنا يا ملسون غين قد غنى الحسون باء فرح الكل فرح قاف هذا قوس قزح كاف كتبي يا نعمان تسعدني في كل مكان لام ميم نون ها لحن ينساب ميم مطر وسحاب نون نهر يحيينا هاء هو ذا يسقينا توقفنا قليلا وتدرب على قراءة هذه الحروف بنفسك الآن.
هيا ابدأ. أحسنت، هيا استكمل قراءة الحروف العربية. والآن عزيزي الطالب، هيا ميز معي بين هذه الحروف. يوجد بعض الحروف قد تتشابه عند بعض الطلاب، هيا بنا نفرق بينهم. ما اسم هذا الحرف؟ ب، وهذا ن. هناك فرق، الباء نقطتها في الأسفل، أما الناء فنقطتها في الأعلى. هيا سريعا، ما اسم هذا الحرف؟ ت، يا، رائع، وهذا ث، شا، غ، ع، شا، ث، ف، ق. عزيزي الطالب، هيا توقف هنا قليلا وقم بقراءة هذه الحروف بنفسك الآن. والآن هيا بنا نتعرف على الحركات القصيرة. ما هي الحركات القصيرة؟ رائع، فتحة، كسرة، ضمة، سكون. نعم، هذه تسمى عائلة الحركات القصيرة. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا نتدرب على قراءة هذه الكلمات. يمكنك التوقف هنا قليلاً للتدرب على قراءة هذه الكلمات وتسجيلها بعد ذلك إلى معلمك أو معلمتك. والآن هيا استكمل قراءة هذه الكلمات، ثم سجل قراءتها إلى معلمك أو معلمتك. والآن هيا يا أطفال نستمع إلى قراءة هذه الفقرة. حمد يستعد للمدرسة. قام حمد من نومه، ثم ترك فراشه وغسل يديه ووجهه، ثم لبس ثيابه وجلس يتناول فطوره. أكل حمد بيضة وشرب كأسا من حليب، ولما شبع غسل يديه وفمه وذهب إلى المدرسة. أحسنتم على الاستماع، هيا توقف هنا قليلا لقراءة هذه الفقرة بنفسك مرة ثانية. والآن عزيزي الطالب، يمكنك فتح هذا الرابط المرفق والإجابة عن مجموعة من الأسئلة من خلال الألعاب التعليمية. والآن إذا سألتك هذا السؤال، لماذا تذهب إلى المدرسة؟ هيا فكر، وما أكثر شيء تحبه في المدرسة؟ هيا فكر في السؤال التالي، ماذا تريد أن تعمل عندما تكبر ولماذا؟ أحسنت عزيزي الطالب، يمكنك الآن أن ترسم ملصق لمهنتك المستقبلية. ماذا تحب أن تصبح في المستقبل؟ والآن هيا فكر في الموقف التالي، ماجد ولد كسلان، لا يحب الاستيقاظ مبكراً وليس لديه نشاط للذهاب إلى المدرسة. تناقش مع زملائك ثم وجه نصيحة لماجد حتى يبدأ عامه الدراسي بنشاط. بما تنصح ماجد؟ أحسنتم. والآن هيا عزيزي الطالب، قم بالمشاركة بالإجابة عن هذا النشاط. كون 10 كلمات مختلفة باستخدام الحروف التالية. هيا انظر إلى الحروف وكون كلمات مختلفة. والآن عزيزي الطالب، يمكنك الآن فتح برنامج عصافير وقراءة القصة التي أرسلتها إليك معلمتك. مع تمنياتي لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح.
شكرا لكم على حسن استماعكم.